انا بقول تاني، صوره الشباب اللي العالم بيشوفها دي ولا الناس بتشوفها، والله دول مش شباب مصر. والله شباب مصر اللي بيذاكر واللي بيجري من درس لدرس واللي بيشتغل في بيشتغل يوم الجمعه والسبت عشان يصرف على نفسه بقيه الاسبوع، والله ده موجودين دلوقتي، وشباب في ثانوي وفي جامعات بيوصل الليل بالنهار عشان يشتغل ويصرف على نفسه، وبكثافه مش واحد ولا اثنين. الشباب اللي موجود بيدور بيشتغل اربع شغلانات في عالم الاعلام عندنا في الصحافه، بيشتغل اربع عشان يقدر يعيش. هي دي شباب مصر المكافح. الاعلام المفروض يطلع النماذج دي، يخلي الناس، يشجع الناس، مش صوره مصر شويه ناس بيتسموا بالميوعه والمياصه والرقاعه متواجدين، مش هم دول على الاطلاق. ومش كل اللي راح بالمناسبه كده، لا ده كان في اكتر من فرقه واكتر من حفله، لكن هي الحفله بتاعت مشروع ليلى لان كان باسم يوسف جابها قبل كده، افصى عن نفسه. ما هو باسم اعتقد انه معاهم، اعتقد، انا لا اتهم احد، لكن انا كونه جابهم هو ليس تاكيد، لكن انا مش عايز يعني اتهم احد، لكن لابد انا قبل ما استضيف حد انا مسؤول عنه. على فكره انا اي، وانا بقول ده امام الجميع، اي حد يجي في البرنامج او حتى يجي في المحطه احنا مسؤولين، لانه احنا المفروض نكون عارفين مين اللي جاي. ما اجيبش واحد ويطلع زي ما بيشوف المحطات يقول لك انا اله وانا نبي، والتاني يقول لك انا بجيب سحر، والتالت بيقول لك انا بعمل، والتالت ده نوع من مش الفقر الاعلامي ولا الاخطاء الاعلاميه، ده مقصود بالمناسبه، مقصود لتحقيق ربح وتحقيق حاجات كلها غير مقبوله لا اخلاقيا ولا وطنيا. احنا محتاجين نفوق لان احنا بنرجع لورا ومش شايفين الصوره الحقيقيه.